20 راغبا في الترشح للرئاسيات يودعون ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري قبيل انتهاء الآجال القانونية ليلة أمس الأحد. توفد الراغبين في الترشح على المجلس الدستوري توصل إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس وسط إجراءات أمنية في محيط المجلس وبحضور عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وأودع الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه عن طريق مدير حملته الانتخابية عبد الغني سعلان. كما أودع رؤساء بعض الأحزاب السياسية ملفاتهم إضافة إلى مرشحين أحرار. وشهد المجلس الدستوري حصول انسحاب اللحظة الأخيرة كتراجع رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة عن إيداع ملف الترشح. بوحجة برر ذلك بالمناخ السياسي المتوتر. وفي مشهد غير مألوف اكتشف الحاضرون رشيد نكاز آخر قام بإيداع ملف الترشح بدل الناشط السياسي رشيد نكاز. وفي غضون 10 أيام يفصل المجلس الدستوري في صحة الملفات وتحديد القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات وفق القانون العضوي للانتخابات.